اللي تفضل. ترى معطينك حاجه بعطيك اياها. تفضل يا ابو فهد 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 قم اكسر قم. تفضل عشان ابغى كل واحد يقرا. تفضل ابو نزار. هلا مين؟ يلا جاي يبغاني زايد اروح. تفضل ابو عوض ومعاه هديه بعد. العباره بتختلف فرده. تفضل ابو عزوز. انا زايد سافر. انا زايد محمود. الله يحفظك. تفضل حبيبي كلكم عندكم. لو اني انا ما اعطيتكم مجال. طيب اقرا اقراها بدين. اصبر باقي اول واحد انت اول واحد. فهد فهد لا يا شباب اجلس بس يا شباب. ها بس اثنين يقرون بدين يقرون بدين نروح. اجلس امسك زايد. يا شباب صلوا على النبي. الله يسلمك. طبعا اليوم في حلقه الاستاذ محمد عثمان نعم قدمنا الفقرة أنا والشيخ زايد. عليك زود يا حبيبي. وإن شاء الله أنها يعني أعجبت المشاهدين وأنه وفقنا. الفقرة كانت عن الابتسامة وقبل ولسوء الوقت ما قدرنا نقرأ الرسائل اللي هي موجودة، فحبينا نعطيكم إياها كل واحد يقرأ الرسالة الموجودة ويوجه رسالة يعني. حلو. تفضل أبو شايع. السلاطين فريق دعم السلاطين وفريق دعم صقور زايد يستاهلون منا التحية. يستاهلون يستاهلون. الرسالة اللي وصلتني أول شيء أشكركم على الفقرة الجميلة اللي مثلكم ما شاء الله تبارك الله. الله يطول عمرك. قدمتوها بطريقة طيبة ومميزة وممتازة. استفدنا منكم شيء كثير. رسالة تحمل عنوان الابتسامة عنوان التفاؤل. ابتسم وتفاؤل. الله عليك. ابتسم ابو شايع. الله يعطيك العافيه. شكرا. الابتسامه العفو. الابتسامه مطلب اساسي. محمد كول كول. بعض الاحيان كنت مبتسم بتكسب ابتسامتك حاجات كثيره كثيره. حلو. الله يعطيك العافيه. عكس هاي اذا انك كنت معبس ممكن الناس تاخذ عنك صوره شينه. ابتسم بناخذ لك صوره. ابتسم. ابتسم. اي ابو نزار. جنب فريد جنب فريد. يلا. ما صور. يقول ها. ابتسم ما خلقك الله لتشقى. الله. السلاطين والصقور زايد. الله شكرا كلا. من اعماقي انا ابتسامه. ابو فارق كان هو شعور. لا تسمك اقرا زين اقرا زين. ابتسم وشو؟ ابتسم زين ابتسم زين. اقرا زين اقرا زين اقرا زين اقرا زين اقرا زين. يقول مهما كان شعورك في هذه اللحظه ابتسم. ايوه مهما كان شعورك ابتسم. ترى تعبان الرب خله يرتاح. يلا سلامتك يا ابو فارع. سلامتك احمد عوض اخوي. عطى رساله يا حبيبي ابو فارع. ابو شايع ترقد عند مكيف. طب مكيف الصلاه. ابشر وجهك يا حبيبي. صورة؟ لا اضحك يا اخوي. الله سيف فهد. دقيقة قبل لا نجيك ابو فهد ليش ما حضرت انت اليوم؟ بعدين علمك بعدين. الناس اللي صليت. تفضل اخوي سيف. تفضلك. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك يا حبيبي. تعتونا. الله يعطيك العافية. والله العظيم طلع منكم شيء جدا بطل. وانتم ما يستغرب عليكم شيء زين. والله اني اتكلم صحيح. فرسالة مش مكتوب فيها ابتسم. ابتسامة تضفي على من حولنا الإيجابية فابتسم. سلاطين وصقور زايد. جميل. الله يسعدك. حط رسالة. رجل قوي شاء الله. الرسالة تقول مهما كان شعورك هذه اللحظة ابتسم. ابتسم. والقرية والبروقة. تشرف. سلاطين وصقور زايد. أول شيء أنا أعتذر إن ما حضرت. أبد معذور. أعرف إني تعبان والله ما قمت إلا. معذور ومبارك. ما لحقنا نسجل حتى ما لحقنا في شك بس. بس الجلد بيجيك. حلو نظام ناطح صياح بس صياح تسلم هذا نظام قديم مرة. فاهم في الغرفة شباب. رسالة يقول ابتسم فكم ابتسامة ابتسم فكم ابتسامة مسحت هما وكم تفاؤلا أبعد غما وكم عسرا أصبح بعده يسرا وكم صبرا أصبح بعده فرحا. شكرا سلاطين. شكرا سلاطين زايد. شكرا لكم على التقديم الحلو. تمنيت أن يكون معكم لكن يلا ابتسم. يلا انت بعد ما حضر لكن ما فاتني. لا 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 انت تعذروني يعني. ايوه زين. اول بدايه ما فاتني شيء وندمت عليه هذه الليله الا
فقرتكم المميزة اللي الحمد لله أني بكون أنا ختامها إن شاء الله. يقول لك ما خلقك الله لتحزن ابتسم. طيب شباب إذا ما لك أمر السيارة في مرة نوقف كلنا هنا ونطلق هذه في عنان السماء من قبل لا نطلقها. لا 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 عطنا كل واحد وجه هنا عطنا كل واحد انا كلكم امسكوا الحبل يا ابو شايب عشان اسمعوا يا شباب صلى على النبي بعد يا ثلاثه ما نبي نطرقها الا احنا مبتسمين كلنا نطالع لو كنا مبتسم خلاص جماعه تشعر صح يلا دقيقه ابتسموا كلكم ابتسموا واحد اثنين ثلاثه اتحدى يا رجل اللي بيجيبه ولمس ما اجيبها الا ربها اللي خلقها. الله الله صح عليك يا من ابتسم وقبل الله يصح عليك يا من قام يا طول حال طارق استر عادي باقي عادي دايت شوف طير حال هذه شوف باقي نفختي هذا شوف اللي يلقاها ترى عقد